first time against the Adelaide. السبع الأطلس أراه وأنا أقف عن الوطني للمغرب.
يخبرهم في فيها محاولة لمنتخب البرتغال تحديد منطقة الجزاء. نعم ووصلت إلى الثالثة للمنتخب والحذر والخوف ياسين. التحام بين وما بين مروان عادل، مسيرة مستمرة تسديدة وخطيرة جدا خطيرة جدا، الوضعية لا زالت مستمرة بهذا على الجهة اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء. مغرب العز بين الأمم، مغرب العز بين الأمم، الصيري الصيري أول الأهداف. أحلى حكيم زياش الآن خطأ للمنتخب على بداية أحداث هذا الجيل الأول للمغرب اضطراريا، كرة بمحاولة ملعوبة رأسية خطيرة مرت 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 عن طريق الرابع قائمة خطيرة تسديدة يوهو. اتركها يا وليد، كرة تعود في الجانب المقابل، ياسين ياسين يا بطل يا بطل يا بطل يصاب خلصها لا لا إلى خارج أرضية الملعب صفوة أب لكبرياء